عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في مدارس دار المعارف. النهاردة هناخد في اللغة العربية المستوى الأول رياض أطفال، هناخد حرف جديد اسمه حرف القاف. هناخد النهاردة حرف القاف. حرف القاف من الحروف اللي ليها شكلين، شكل وهو منفصل زي اللي قدامنا ده، وشكله هو متصل. طيب صوت حرف القاف ايه علشان اقدر اميزه؟ صوته ق ق. صوت حرف القاف ق ق. قرد ق ق. قلم. طيب تعالوا بقى نعرف حرف القاف بيتكتب ازاي، سهل جدا وكلكم هتعرفوا تكتبوه. الاول هناخد شكله او هنعرف نكتبه وهو منفصل. هعمل دائرة فوق السطر كده وانزل من جنبها بنص دائرة وتطلع تاني عند السطر، تلف من تحت السطر وتطلع تاني، ومنساش فوقيه كام نقطة القاف، نقطتين. طيب ده القاف المنفصلة. طيب القاف المتصلة، بعمل دائرة وانزل من جنبها بشرطة واقفة خط مستقيم وافتح ايديها على السطر علشان دي ايه؟ متصلة. وفوقها كام نقطة؟ نقطتين. القاف فوقيها نقطتين. طيب جميل جدا، حرف القاف سهل وكلكم يا كيجي هتعرفوا تكتبوه ويبقى سهل معاكم. تعالوا بقى نتعرف اكتر على حرف القاف وناخد اصواته. قاف فتحة، قاف كسرة، قاف ضمة، قاف سكون. أول صوت ها صوته في فصل الصيف. فصل الصيف وهي الشمس حامية جدا، حرف القاف وهو ماشي حط إيده فوق دماغه علشان الشمس. ها إيده دي اسمها إيه؟ اسمها فتحة. غيرت صوته خليته عمل إزاي؟ قا. قا فتحة. قا زي كلمة قا قلم. قا قفص. طيب تاني صوت ها مين فاكر؟ تاني صوت في فصل الشتاء، ها لما المطرة بتمطر وبيبقى فيه تلج كتير، حرف القاف اتزحلق وإيده نزلت فين؟ تحت، بقت اسمها ايه؟ كسرة. طيب لما إيده نزلت تحت غيرت ايه؟ صوته خليته ايه؟ قاف كسرة. قي. قي زي كلمة قطار. قي قط. طيب تالت صوت ها لما بيبقى الجو برق، لما بيبقى الجو هوا جامد وأوراق الشجر بتطير وبتعمل هو، راحت موقعة على دماغ حرف القاف. ها ضمة، وقعت عليه ايه؟ ضمة. ضمت صوته خليته عمل ازاي؟ قاف ضمة قو. قاف ضمة قو. قو قنفذ. قو قفاز. آخر صوت بقى لحرف القاف في فصل إيه؟ الربيع، لما يبقى الجو جميل والزهور متفتحة والعصافير بتلعب. حرف القاف وهو ماشي في الحديقة اللي قدامكو دي وقعت على دماغه إيه؟ وردة خضته. اللي بتخض دي اسمها إيه؟ سكون. الوردة اللي خضته دي اسمها إيه؟ سكون. خضت صوته خلته عمل إزاي؟ ق. بلاقيها في كلمة إيه؟ بص صورة إيه اللي ظهرت لي دي؟ صورة صقر. كلمة صقر حرف القاف فيها عليها سكون. طيب تعالوا بقى ناخد أنشطة لحرف القاف تخلينا شاطرين فيه أكتر ونعرفه أكتر. أول نشاط هشوف الصورة وهشوف وهرسم دائرة عند موضع صوت حرف القاف، يعني هشوفه جه في الأول ولا في النص ولا في الآخر. طيب أول صورة هنا ها لون ايه ده؟ لون ازرق. ازرق. حرف القاف جه فين؟ جه في الاخر، يبقى هعمل دائرة في المربع الاخير. تاني صورة، صورة مقص. مي قص. مي قص. ها جه فين؟ صوته جه في تاني صوت، يبقى هعمل دائرة في المربع التاني.
طيب تالت سورة دي ايه؟ قفص. ق ف ص ق ها جه فين؟ في الأول. برافو، هعمل دائرة في المربع الأول. طيب النشاط اللي بعديه بقى هكتب الحرف الناقص، يعني مديني كلمة مديني حروفها بس في حرف ايه ناقص، ومديني صورة طبعا الكلمة اللي ناقصها حرف. أول ايه؟ أول صورة، صورة ايه؟ ها رجلنا من تحت دي اللي بنلبس فيها الشوز بتاعنا، اسمها ايه؟ اسمها قدم. ها ق د م ق، ها صوت ايه ده اللي مكان النقط؟ ق، ق فتحة، ق. برافو، يبقى هعمل قاف متصلة عليها فتحة. طيب تاني صورة، ها لما بيبقى عندي بقرة وبقرة وبقرة كلهم يبقى ايه؟ بقر. ب ق ر ب ق، ها صوت ايه مكان النقط؟ ق، ق صوت حرف القاف. برافو، بهعمل قاف متصلة بقر. طيب اخر صورة دي صورة ايه اللي بيلبسوه البنات في ودنهم؟ ها اسمه حلق. ح ل ق ق، ها باقي حرف القاف عشان جه في الاخر يبقى هعمله منفصل. طيب تعالوا بقى في النشاط ده ندمج الأصوات ونكون كلمة. الحرف اللي هيظهر هنقول صوته بس، نقول صوته. ها قي زائد ر زائد د، ها هتدينا كلمة ايه؟ تعالوا كده نركب الأصوات دي، قي ر د، قي ر د، ادتني كلمة قرد، قرد. طيب الكلمة اللي بعديها برضو هننطق الأصوات، ق ل م، ق ل م، قلم. كتبنا كلمة قلم، دمجنا كلمة قلم. برافو عليك وكيجي، يا رب تكونوا استفدتوا. حرف القاف سهل معاكوا، إلى اللقاء في الحرف القادم.